السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي The Bite of Delight. انا صبا، وان شاء الله الفيديو ده هيكون لذيذ وسهل، وهوريكم فيه ازاي تعملوا ساندويتش البرجر بس بطريقه مختلفه. ممكن تحشوه اي حاجه تانية برضو، مش لازم برجر. قبل ما ابدا حابه اطلب منكم الدعم، وانكم تشتركوا في قناتي وتعملوا لايك للفيديو. ده بيحسسني بتفاعلكم معايا وبيحمسني انزل وصفات وفيديوهات اكتر. وما تنسوش برضو تبصوا أسفل الفيديو في صندوق الوصف، هتلاقوا الوصفة المكتوبة وأي روابط تانية مهمة. أول حاجة خالص هنحضر العجينة. هحط 8 كوباية معيارية من الزيت، وعليها ربع كوباية معيارية من الزبادي، وعليهم نص كوباية من اللبن الحليب، وهقلبهم كويس مع بعض ونخليهم على جنب. وبعدين عندي هنا كوبايتين من الدقيق المنخول، هضيف لهم معلقة صغيرة من الخميرة وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونخلطهم كويس مع بعض، وهضيفهم للمواد السائلة وهبدأ أدخلهم في بعض زي كده بدون عجن كتير. مجرد بس بنرطب المواد الجافة بالمواد السائلة، وهغطي العجينة وهشيلها ترتاح لمدة 20 دقيقة على جنب. بعد 20 دقيقة هضيف 3/4 معلقة صغيرة من الملح، وعليهم معلقة كبيرة من السكر، وممكن عسل نحل، وهبدأ أعجن العجينة لمدة من 10 لـ15 دقيقة بدون مزهق، لحد ما السكر والملح يختلطوا مع العجينة كويس ويختفوا في قلبها، وتبقى عندي العجينة ملساء وطرية وتجنن. وطبعا أكيد اللي متابعيني عارفين اسم التكنيك اللي بستخدمه في عمل العجينة ده، فلو متابعيني سيبوا اسمه في التعليقات ووروني مين اللي متابع كويس ومركز معايا. هشيلها في طبق مدهون بالزيت تختمر لمدة ساعة أو ساعة ونص، وعقبال ما العجينة تختمر هبدأ أحضر الحشوة. هشوح قطعة برجر بيتي، كنت نزلت الفيديو بتاع تحضير البرجر البيتي قبل كده على القناة، هسيب لكم رابط طريقة تحضيره فوق في أعلى الشاشة على اليمين. وهشيله على جنب في طبق يبرد خالص قبل الاستخدام. وفي نفس الطاسة هحط كمية زيت قليلة، وهشوح معلقتين من البصل، وعليهم حوالي ربع كوباية من المشروم أو الفطر لحد ما ياخدوا لون ذهبي خفيف، وهضيف لهم ملح وفلفل أسود حسب الرغبة، وبعدين هخليهم على جنب يبردوا قبل الاستخدام. خلاص العجينة عندي اختمرت وتضاعف حجمها، هبتدي أقسمها لكرات صغيرة، وهبدأ أفرد كل كرة لوحدها بحيث تكون سميكة من المنتصف ورفيعة من الأطراف. هحط الجبنة عليها، وبعدين فوقيهم البرجر البارد، وبعدين المايونيز والكاتشب وشريحتين طماطم والمشروم المتشوح مع البصل، وبعدين هفرد قطعة عجين كمان بسمك وسط، وهقفل الاتنين على بعض زي كده. حابة أوريكم طريقة تانية برضو لعمل الساندويتشات دي. هفرد قطعة من العجين، بكبرها شوية وأخليها سميكة من المنتصف ورفيعة برضو من الأطراف، بس بتكون أكبر شوية في الحجم من اللي عملتها قبل كده. وهحط الحشو اللي أنا عايزاه، وبعدين هضمهم على بعض زي كده وأقفلهم كويس من تحت، وأحطهم على صينية فرن وهغطيهم وأسيبهم يختمروا تقريبا لمدة 45 دقيقة كمان. وبعد ما اختمروا هدهنهم بشويش بخليط عبارة عن معلقتين من اللبن الحليب مخلوطين مع ربع معلقة صغيرة من الزيت، وهرش عليهم سمسم، وده اختياري حسب ما تحبوا، ممكن ما تضيفوش السمسم. وهدخلهم يتخبزوا في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة تقريبا من 12 لـ14 دقيقة، لحد ما ياخدوا لون ذهبي من فوق ومن تحت زي كده. هسيبهم يهدوا شوية وبعدين هقطعهم معاكم. ده شكلهم من الداخل. العجينة بتبقى هشة وطرية وبتدوب وبتجنن، طعمها بجد تحفة. أولادكم هيحبوا السندوتشات دي جدا جدا إن شاء الله.
أتمنى تعرفوني رأيكم في الوصفة دي وتقولولي حابين تشوفوا وصفات إيه تاني على القناة. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وعرفوا الناس على قناتي The Bite of Delight. شكرا جدا ليكم.